السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن. أولا وقبل كل شيء أنا زيد سعيد أن أتقدم بأسمى آية الشكر والتقدير لجمعية المتخصصين في التربية والإعاقة وكذلك جمعية نور بلا حدود للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك يطيب للشكر للمجموعة الكريمة التي تتواجد معنا اللي هما تيصغوا لنا لهاد اللقاء اللي دايرين او هاد التسجيل اللي كاين في هاد اللقاء على واتساب. تنشكركم، لولاكم ولولا هاد المجموعة الكريمة ما غاديش تستطع الأستاذة نادية تجمعنا والجمعية كذلك بلا حدود تجمعنا. أولا وقبل كل شيء تنتمنى لكم إن شاء الله دازت الأيام ديال رمضان بخير وعلى خير، تنتمنى لكم نبارك لكم عيد مبارك سعيد، وتنقول من هذا المنبر اللهم سهل أمور المغاربة أجمعين، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. هذا هو جهدنا بأنك دعاء الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم صراحة منين تكلمنا انا والاستاذه نادية واتصلت بيا قلت لها انا بغيت نحاول نبعد على كل ما يتعلق بالازمه ديال الكورونا، مشاكل الكورونا، مشاكل الدوله، مشاكل مجموعه ديال الاشياء. احنا بينا نشوفوا الاشياء من نظر كل شخص فينا، كل واحد بنفسه في نفسه يشوف الاشياء من وجهه نظر ديالو، لانه الظروف حنا تنصنعها ماشي تمشيو على حنا على حسب الظروف، وغادي نشوفوا هذه الاشياء كاملها في هذا اللقاء. اكيد هذه المرحله اللي تنعيشوا او هذه الظروف اللي تنعيشوا اللي هي ظروف استثنائيه تنعيشوها كاملين بالتاكيد غيرت اشياء كثيره في وسطنا في المجتمع ديالنا، سواء على المستوى الاجتماعي او المستوى السلوكي كي تنتعاملوا حنا، السلوك ديالنا كي تيتعامل. اكيد في انماط اجتماعيه غادي تختفي وكاين اللي منها اللي اختفت، اكيد في انماط اجتماعيه ربما ستظهر غادي تبان. السؤال اللي موجه لنا جميع كمغاربة أو كإنسان أو كبشر أو كشخص، كيف يمكننا باش نتعاملوا مع هذا التأثير ما بعد أزمة كورونا؟ هذا السؤال تنطرحه بينه وبين نفسي، وبغيت كل واحد يطرحه بينه وبين نفسه، كيفاش يمكننا نتعاملوا ما بعد أزمة كورونا؟ خليونا ندقوا الأمور شيئا ما ونحاولوا نلاحظوها مزيان. الكل من تنقول لك الكل تعرف بان هذا الشيء اللي تيمر به البلد ديالنا او الوطن ديالنا او العالم كل هذا نحسبوه عباره عن اختبار بحال واحد الامتحان، ولكن راه كاين امتحان طبيعه الحال اللي هو تنتجاوزوه في حياتنا. كاينين ناس اللي تيدوزوا الاختبار وما تيتعلموش وهذا مشكلتهم هما، وكاينين ناس اللي تيدوز الاختبار وتيتعلموا منه وتتحط ليه الامور. لانه هنا اش تنشوفوا هو الفرق قبل من ازمه كورونا واثناء ازمه كورونا، احنا في وسط ازمه كورونا وما بعد ازمه كورونا، كاع هاد المسائل ندوزهم قبل واثناء احنا فيها، ولكن ما بعد ازمه كورونا. احنا اثناء راه كاينين فيها، كاين على كل شيء، كل شيء راه محبوسين في اربعه البيوت، ولكن ما بعد ازمه كورونا. نكملوا، وكاينين الناس كذلك اللي تدوز الازمه وتيطلعوا أسوأ وأسوأ من هذه الأزمة، هذا هو اللي ما بغيناش. وكاينين الناس اللي بقوا هذه الأزمة وما تغيرت حتى شي حاجة. احنا ذكرنا أربعة لأن ما احنا بغينا نحاول من دوك الناس اللي يستفدوا من هذه الأزمة، هما اللي بغينا باش نكونوا أحسن وأفضل. السؤال هو كيفاش احنا كبشر نتعاملوا مع هذا الاختبار، لأن الأزمة نعبروها بأن اختبار، هو اختبار هو ماذا بعد أزمة كورونا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.